الوضع السياسي في الشرق الأوسط وليس العسكري والأمني يميل إلى عكس هذا الاتجاه تماما. يعني الأصدقاء التقليديين للولايات المتحدة في الأمريكية يمعنون في تحدي الإرادة الأمريكية سياسيا يوميا أكثر من يوميا أكثر من اليوم اللي سبقه، وهذا شيء غريب. وأنا يعني أحيانا أنظر إلى هذا الأمر كأنه استمرار لسياسة الخداع الكبرى في المنطقة، واستمرار لمحاولة هذه الدول أن تتجنب غضب المعسكر الآخر اللي يمثل الصين وروسيا وإيران. ولكن أنا لا أستطيع أن أمنع نفسي من ملاحظة هذا التناقض الهائل ما بين الصداقات المتينة اللي كانت تملكها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مع دول وشعوب المنطقة، وبين الوضع الحالي الآن اللي حضرتك أشرت به، أن السعودية وصلت إلى شنغهاي ووصلت إلى بريكس، ومن يدري ماذا سيصفر هذا الأمر أيضا أكثر فأكثر، ومعها تجر المنظومة الخليجية ومصر وربما حتى الأردن تجرها معها بهذا الاتجاه بأكمله. هذا الوضع، هذه الصورة لا تتناسب مع الرغبة الأمريكية المعلنة في البقاء في المنطقة وفي تعزيزها عسكريا. يعني أنت تعرف هذه المنطقة إذا أريد إلها أن تقبل تعزيزات عسكرية أمريكية أكثر مما هو واقع الحال، يجب أن يرافق ذلك توثيق أكثر للعلاقات السياسية، توثيق أكثر للروابط الأمنية المشتركة. ما أراه الآن هو عكس ذلك تماما، وأيضا هذا جزء من عمليات التناقض الغريبة في المنطقة. لا ننسى أو لا نبتعد كثيرا عندما نقول في أفريقيا مثلا على سبيل المثال، هناك هروب واضح للنفوذ الغربي والأمريكي في تلك المنطقة والفرنسي على وجه التحديد، وتوجه واضح نحو بعض الدكتاتوريات المحلية في أفريقيا، نحو روسيا ونحو فاغنر ونحو الصين ونحو إلى آخره. وكامالا هاريس ذهبت إلى أفريقيا لكي تعالج هذا الفجوة وتحاول أن تعالج هذا الخلل. هناك عموما غروب ربما قد يكون بموافقة أمريكية أو بعدم اهتمام أمريكي أو بقلق أمريكي وعدم رغبة أمريكية، لكنه غروب واضح جيد للقوة والنفوذ الأمريكي في المنطقة. ممتاز. ينبغي أن يعالج قبل التفكير بإعطاء وضع أمني أقوى لأمريكا في المنطقة.